ولتفاصيل اكثر معنا محمد بارودي صحفي من لوكسمبورغ. يسعد صباحك محمد. يسعد صباحك يا رب. صباح الخيرات والليرات. ليرات اليوم ما في، حي القنوات اليوم. طبعا حي الزناجيل يعني، وحي البشوات والبكوات يعني، مثل ما قال التقرير. من اهم طبعا المعالم الدمشقيه اللي لسه عم حافظ على حاله اكيد بهمه اهاليه يلي لحد اللحظه مش عم يغريهم لا يبيعوا لا ينتقلوا ويضلوا موجودين فيه. حلو. حي يعني كان مثل ما بيقولوا رمانة الميزان بالثقافة الدمشقية بشكل عام، لأنه كان هو الأساس يعني بكل شيء اتخذ عن دمشق بالعصر الحديث، سواء من حيث العمران ومن حيث الأبنية وغيرها. هذا الحي يعني تأسيسه كان بالأصل هو ليكون عبارة عن بدعة معمارية، لما صار في كثافة كبيرة في دمشق المصورة والأحياء القديمة لدمشق، فكان العالم ترتقي بأنه من لديه القدرة المالية رح نعمل له نوعا ما حي جديد ينتقل له، ويكون على طراز محافظ على البناء الدمشقي، وبنفس الوقت يعني يكون في نوع من الحداثة. فظهرت الأحياء اللي والشوارع اللي بتكون أعرض شوي، وبنفس الوقت البيوت الدمشقية حافظت على البحر وحافظت على أرض ديار، ولكن بطريقة مثل ما بيقولوا يعني صارت مودرن أكثر، خصوصا لو عم نحكي بآخر 1700 وآخر أول 1800. وهون كمان كان يعني الرؤية الدمشقية الحقيقية اللي اليوم تشوهت من خلال كتير عوامل، إنه هذا الحي كان الأساس فيه أن يقوم على العلم والفن. هدول أول نقطتين كانوا موجودين بحي القنوات، وهذا الشيء اللي خلى الكواليتي تبع الناس العايشة فيه تكون أعلى من غيره. فبالتالي بنشوف إنه أعرق المدارس الدمشقية هي موجودة بهذا الحي. طبعا كل اللي درس بكالوريا علمي بسوريا بيعرف مدرسة دار الحكمة، واللي هي يعني تعتبر بده واسطة ليفوت عليها الواحد، على قد ما هي معتبرة للأوائل. وبنفس الوقت دمشق الوطنية والفتاة العربية، هدول ثلاث مدارس يعني محازين لبعضهم. وكانت الناس يعني فعليا حي القنوات يعتبر هو الحديقة الخلفية لدمشق اللي فيها كل الفعاليات مثل المراكز الأدبية وغيرها. وخلينا نقول كمان انه الطراز المعماري اللي كان موجود بحي القنوات تم كثير بعثات دولية أن تدرس هي النوعية من أنواع استخدام الحجارة وكيفية تنظيم البيوت وتنظيم الفعاليات كيف كانت تصير. وأيضا يعني حي الميدان اكتسب نقطة بأنه نوعية الناس اللي سكنت فيه كانت ناس يعني منفتحة نوعا ما، ناس بتسافر كثير، ناس عندها يعني تحصيل علمي مرتفع. فبالتالي هذا انعكس بشكل كبير انه ظل محافظ على هذا البرستيج اللي كان موجود له. طب محمد، من هاي النقطة في كلام كثير، خلينا نبدا نقطة نقطة. يعني التأسيس ذكر انه الأثرياء اللي أسسوا هذا الحي، في عائلات معينة، أسماء معينة للمؤسسين لهذا الحي؟ طبعا يعني هو الموضوع بلش مثل ما قلنا انه موضوع صار في كثافه بالاحياء الاساسيه، فاهالي دمشق الحقيقيين اللي كانوا موجودين بحي العماره الجوانيه يعني اغلبهم. بنذكر طبعا بيت اللو، بيت تلو، طبعا يعني كان من اشهر المؤسسين يعني فخري البارودي، اللي هو كان يعني بالاصل يعني متوسم بهذا الحي بانه يكون في تاسيس له، كان البيت الاكبر بهذا الحي له ايضا. ف يعني هذا المنزل اللي تاسس واللي كان فيه كان هو يعني يعتبر محجه الادباء والفنانين في دمشق في ذاك الحين. يعني هذا البيت حتى يعني شهد انطلاقه صباح فخري. صباح فخري هو صباح ابو قوس، ولكن فخري هو تيمنا بصباح فخري، فخري البارودي طبعا. فايضا كمان يعني استقبال لفيروز لما كانت تجي تشارك ببعض الاحيان بمعرض دمشق الدولي باخر ايامه، طبعا قبل انتقال فخري البارودي الى منطقه يعني ارض كيوان اللي هي حاليا يعني حديقه تشرين. فبالتالي يعني عم نحكي عن شيء يمكن العالم ما تتخيل بانه يعني تم انطلاق قصائد من هذا المنزل. ايضا مثلا سلامهم من صبا برده، احمد شوقي،
كل هالناس هي كانت تجي تقعد بهذا المنزل يعني. وبالتالي كان في كمان اكبر مكتبه مسجله يعني بتاريخ دمشق، ولكن للاسف تم يعني اهمالها وحريقها ب 1961. فيعني لو بدنا نحكي عائلات، طبعا لا يزال كمان عائلات كثير اليوم مشهوره، عائله التلو مثل ما حكينا، بيت البيرق دار، هدول العائلات اللي لا تزال يعني متشبسه بشكل كبير بالحي، ورغم كل الاغراءات بانه تنتقل او تتغير، ورغم سوء الخدمات اللي صارت بالفتره الاخيره، لا يزالوا يعني متمسكين فيها. والجميل ايضا بهي العائلات بانه هي العائلات اغراءات من اي ناحيه محمد؟ يعني كان في كلام عن نقلهم، الاماكن يمكن الساكنين فيها ممكن انها تصير شيء استثماري ولا؟ طبعا حي القنوات مثله مثل كل الاحياء الدمشقيه، مثل البزوريه ومثل مدحت باشا، تم الاغراءات بانه تعالوا نفتح مطاعم، يعني تعالوا هذا المنزل يصير ونفتح عليه مطاعم. تماما. فبالتالي لا، اهل القنوات كانوا صارمين صراحه وما رضخوا لهذا الموضوع، ما راحت عليهم اللعبه بهي الطريقه. يعني خليني بحكي شيء، يعني كونه شيء عائلي اللي هو منزل فخري البارودي، تم يعني السلبط عليه بطريقه ثانيه، اللي هي انه قالوا اعطونا اياه كهبه لكليه الهندسه المعماريه، يعني مش حيكون تابع لحدا، وبالتالي يعني على اساس انه هن هيك يعني حلوها، بس يعني البيت راح فعليا. الجميل انه لسه يعني اليوم اللي حابه اقول له ذكرى فيه بيقدر يشوفه حاليا، بس يعني للاسف هو صار ملاك دوله يعني. فهي مثلا من انواع التحايل اللي صار. بنحكي كمان يعني كشيء تاريخي موجود بالحي ايضا، موضوع مثل ما قلنا مدرسه دار الحكمه ودمشق الوطنيه، من المباني القديمه جدا جدا، وحتى كان فيها يعني شيء من الاعجاز انه كيف تستوعب 400 او 500 طالب هذا البناء القديم اللي كان موجود. او مثلا نشوف طريقه تكوين الافران بحي القنوات، وطبعا يشتهر جدا بموضوع الافران اللي كانت موجوده فيه، وايضا يعني المحلات اللي تعنى بموضوع اللوحات والرسم والانتيكا صارت باخر فتره، هي المحلات لا تزال حتى اليوم رغم كل الضائقات اللي مرقت على اهالي الحي موجوده، لساتهم متمسكين فيها بشكل كبير. وطبعا هون بدنا نحكي بما انه حي كان الخواجات مثل ما بيقولوا والاكابر، فكانوا كمان نوع من التكاتف الاجتماعي. طبعا الكل بيعرف الاطفائيه اللي هي المحازيه لحي القنوات، واللي هي اكبر باله، يعني هي اللي بيقولوا لها الملابس المستعمله يعني في دمشق، كانت نشوءها مش انه تكون باله ونستورد من برا، كانت انه هذا البيك او هذا الخواجه اللي ساكن بالقنوات لما يصير بده يجدد كل صيف او كل شتاء بثيابه، فهو يروح يغسلهم ويرتبهم ويحطهم بهي المحلات للناس تاخذهم باسعار يعني رمزيه، وكان هذا نوع من التضامن اللي موجود بحي القنوات. وبالاضافه لهذا الشيء، حي القنوات من اكثر الاحياء اللي محافظ على نقطه السكن مثل ما بيقولوا بيت الاحمى، هيك بيقولوا بالشام، العائلات الكبيره يتجوز الولد ببيت اهله او ببيت سته ولا غيره. لحد اللحظه في عائلات ساكنين بالطياره، الطياره هي الغرفه اللي بتكون فوق الاسطوح او اللي تعمرت. وطبعا يعني في روايات قديما بنقالوا انه الجار يقول لجاره عيرني كتفك. شو يعني عيرني كتفك؟ يعني انه لما يكبر ابنه بده يجوزه انه بده ياخذ الروف تبع الجار والروف تبعه ليعمر غرفة جديدة للولد الجديد ليتجوز. ففعليا هذا نوع من أنواع يعني كيف الناس كانت عايشة بهذا. إذن يعني كان في تكاتف واضح بهذا الحي، حي القنوات، ويعني لليوم محافظ نوعا ما على يعني أهميته ويعني مكانته بوجدان السوريين. يعني إذا بنحكي شوي عن أقسام هذا الحي، له عدة أقسام، وأيضا بشخصيات تاريخية كبيرة بهذا الحي، غير مثل ما حكينا عن فخر البارود، أيضا أبو خليل القباني بخير الذهبي، وأيضا الشيخ الفرفور. نحكي عن أبرز هذه الشخصيات التاريخية التي كانت بهذا الحي. موضوع الأقسام اللي تفرع لها حي القنوات، طبعا مثل ما قلنا موضوع مسجد العجلوني، وعنا يعني زاوية الهنود واللي هي كانت منطقة يعني خاصة بالعمالة اليومية، أيضا كانت تدعم صغار الكسبة. نحكي كمان عن الحيوطية، نحكي عن أبر عاتكة، عم نحكي كمان شارع خالد بن الوليد اللي يعتبر يعني مستحدث حاليا، ووصولا لمنطقة الأطفائية والشريبيشات من الطرف الثاني،
وايضا يعني كونه الحي كان له طابع نوعا ما مرفه، فانضم له بشكل مستحدث اللي هو حي الدرويشيه، واللي هو يعتبر يعني اكبر سوق لموضوع التنباك والادخنه بشكل عام، لانه بيقولوا يعني اهل القنوات كانوا اصحاب مراء بشكل كبير. ويعني كان هذا السوق عطى اضافه كبيره، وايضا من بعده بيكون في عندنا باب السريجه، وبالجهه المقابله وصولا لباب الجابيه. فكانت هدول الاراني يعني هي الاقسام الرئيسيه، واللي هي ايضا بتحمل اليوم كل القيود السكنيه لاهالي القنوات. وطبعا تبدا تدريجة مثل ما قلنا السجل المدني لحي القنوات، يعني بتبدا تقريبا من رقم ال 180، لانه من الاحياء المستحدثه يعني في دمشق. طبعا هو من الاحياء بس نسمع اليوم بنشوف اشخاص من القنوات يعني يشاع انه نحن من داخل السور، لكن هو حقيقه هم خارج السور كما يقال باللهجه الشاميه. هلا نحن اذا بدنا نشرحها بشكل يعني خاص بحي القنوات، اليوم مثل اللي ساكن بالقنوات مثل اللي ساكن هلا بمثلا تنظيم كفر سوسه او بتراسات مشروع دمر، يعني هيك كان الوضع، يعني ما فيك تقولي مو دمشق، وبنفس الوقت اللي طلعوا من دمشق الاساسيين هن اللي سكنوا فيها. تمام. هلا بنهايه الامر يعني نحن عندنا العائلات هي اللي بتبين تماما انه مين الدمشقي ومين غير الدمشقي، يعني مثلا في عائلات استجدت على دمشق مثل عائله ابو الشامات مثلا، شيخ البلد، شيخ الارض، زند الحديد، هؤلاء كلهم يعني بيحملوا قيود القنوات، ولكن بنفس الوقت ما لهم قيود في دمشق المصوره، فهون يعني بصير الخلاف يعني نوعا ما مع الدمشقيين الراديكال اللي هن كثير يعني بدققوا على هالسيار يعني. فمثل ما كده عم نحكي هو هي التقسيمه اللي كانت موجوده. اما بالنسبه للشخصيات طبعا يعني هون كان في مثل ابو خليل الاباني، هو مش من القنوات ولكن هو كان من سكان البزوريه دقائين، ولكن تم انه اخذ مثل مسرح صغير او شقه صغيره في حي القنوات، ومن بعد منها تطور. وايضا يعني موضوع لو عم نحكي عن الاسماء اللي بالعصر الحديث طلعت، كان اغلب محافظين مدينه دمشق يكونوا من ابناء حي القنوات، في منهم من بيت ابو الشامات، في منهم يعني ناس اشتغلت ايضا بمجلس محافظه دمشق، ولكن للاسف ما ضافت كثير لهذا الحي. والحي اليوم مثل ما قلنا رغم كل التراجع اللي صار فيه، فينا نقول يمكن هو الرقم واحد يعني بالاحياء الدمشقيه من حيث المحافظه على هيئته، على نظافته، وايضا على الحركه اللي عم تصير فيه. في مبدا ما تغير بانه ما يتركوا الحي صحيح. نعم. وانه تبقى هي العائله الكبيره يمكن محافظه على وجودها. محمد، اسم القنوات هو نسبه لشو؟ إذا فينا نقول، لأنه قرينا أكثر من شيء أنه لعائلة معينة ولا نسبة لشيء بخص يمكن نهر، تخبرنا أكثر. طبعا يعني قنوات جمع قناية أو قنات يعني بشكل عام. القنوات هي أصلا كانت أول الأحياء الدمشقية اللي نظمت أن يكون فيها مجرى لنهر بردة داخل كل منزل. يعني كل بيت في عنده أكسس أو في عنده وصول لمياه بردة من قرنة اسمها الحويطة، اللي هي بتكون يعني مجرى مائي بينفتح وبتسكر حسب رغبة أهل البيت يعني. وبنفس الوقت هي كانت تصميمها من حيث القناطر اللي موجودة، شكل الحارة يشبه الإناية، يشبه القناة يعني بشكل عام. فبالتالي كانت سبع قنوات مفتوحة على بعضها. يعني اليوم لو عم نحكي العالم لتقارن بالحاضر، من شارع خالد بن الوليد وايضا من شارع الحجاز اللي هو قفا البريد حاليا، واللي جاي من شارع النصر بشوفها، فهي لا تزال موجوده. حتى في منها قنوات بده يطخي راسه الواحد اذا طوله يعني فوق ال 180 بده يطخي ليقدر يفوت عليها. وايضا يعني كان اخذ هذا الشكل سواء داخل البيوت او خارجها، حتى يقال بانه بعض المحاصيل الزراعيه الفائضه يعني ايام الخير كانت ترمى بالغوطه الشرقيه داخل نهر بردة وتصل إلى قنيات داخل البيوت مثل ضيافة يعني. يعني أنت عم تضيف وأنت ببيتك من خلال هالقناية اللي داخلة إلى البيوت. وكانت طبعا هي الميزة لحي القنوات، يعني كان اللي بيته بحي القنوات ما بيتحاكى يعني،
يعني عنده شيء والله الأغوات ومحافظين يعني طبعاً. حقهم بصراحة. وهي يعني أيضا تنسب إلى قنوات المياه الرومانية يعني الموجودة بهذا الحي. يعني يطول الحديث عن هذا الحي العريق اللي فعلا يعني جميل لليوم، وحافظ تقريبا قدر الإمكان على ما تربى الناس عليه. وبدي أشكرك لأنك أنا صباحي اليوم أنك شاركتنا بهذه الذكريات الجميلة. محمد بارودي صحفي كنت معنا عبر السكايب. شكرا لك محمد.